بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتمتع، أن يؤدي مناسك العمرة ثم يحرم بعد ذلك في يوم التروية بالحج. قال انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. قال ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس، يعني بالمتعة، حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له يعني لعمر رضي الله عنه، فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلا. ولكن فات أمره، وهو أنه أمر من لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة كما أمر في هذا الحديث أبا موسى الأشعري. قول باب الذبح قبل الحلق، أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح وأجل الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دل على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه، لأن الترتيب يعني كأنه يعني هو قال باب الذبح قبل الحلق، وكان السؤال يعني سأله رجل فقال أنه هو حلق قبل أن يذبح، فالترتيب الطبيعي أو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق، ولكن من قدم شيء أو آخر فهذا من باب التوسعة، الناس كثيرون والمناسك أربعة، مناسك يوم النحر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، من باب التوسعة يعني على الأمة. فترجم باب الذبح قبل الحلق، وأورد حديث اللي سأل أنه هو حلق قبل أن يذبح، إشارة إلى أن الأصل هو الذبح قبل الحلق. يقول وجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دل على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه، وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى. فأما الطريق الأولى حديث ابن عباس فمن طريق منصور ابن زاذان عن عطاء عنه بلفظ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، والثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي اللي هو طواف الإفاضة، والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي، وعرف به المراد بقوله في رواية منصور ونحوه، اللي هي الأشياء الأخرى اللي هي تقديم أشياء أخرى من مناسك يوم النحر الأربعة، والثالثة من رواية ابن خثيم عن عطاء. قوله قال عبد الرحيم ابن سليمان عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان، وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من طريق الحسن بن حماد عنه، ولفظه أن رجلا قال يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، وصلاه الطبراني في الأوسط. من طريق سعيد بن محمد بن عمرو الأشعثي عن عبد الرحيم، وقال تفرد به عبد الرحيم عن ابن خثيم كذا قال، والرواية التي تلي هذه ترد عليه. وعرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق. قوله وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم لم أقف على طريقه موصولة. قوله وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، القائل أراه هو البخاري رحمه الله، وقد أخرجه أحمد عن عفان بدونها، ولفظه جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت ولم أنحر، قال لا حرج فانحر، وجاءه آخر فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال فرمي ولا حرج. وزعم خلف أن البخاري قال فيه حدثنا عفان، والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه في عطاء أو سعيد بن جبير، كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه في ابن عباس أو جابر رضي الله عنهم. فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه على ابن عباس ثم كونه على عطاء، وأن الذي يخالف ذلك شاذ، وإنما قصد بإراده بيان الاختلاف. وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة، يعني ليس سائلا واحدا ولكن يعني أكثر من سائل. قول وقال حماد يعني ابن سلمة إلى آخر هذه الطريق، وصلها النسائي والطحاوي والإسماعيلي وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة
يعني به نحو سياق عبد العزيز بن رفيع والطريق الرابع من طريق عكرمة عن ابن عباس. طبعا يقول وقال حماد يعني في المعلقات أو في المتابعات يعني ليس معنى ذلك أن حماد يعني من رجال البخاري، يعني كما أن بعض الناس بيروي يذكر بعض أحاديث المعلقة المذكورة بدون سند أو محذوف بداية السند ويقول ده الحديث ده في البخاري، فهذا من الجهل البليغ. المراد بحديث البخاري التي على شرطين الأحاديث التي ذكرها البخاري بالسند المتصل، حدثنا فلان عن فلان، ولكن لو ذكر شيء تعليقا فلا يقال هذا يعني من البخاري، وكيف تقول البخاري كله صحيح وهذا حديث يعني ضعيف سواء يعني في السند أو المتن. فالمراد بالأحاديث التي على شرط البخاري هي الأحاديث التي ذكرها بالسند المتصل، ولكنه يستأنس بالموقوفات وبالمقطوعات وبالأحاديث المعلقة يعني على ما يذهب إليه من الآراء الفقهية. قول عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى وخالد هو الحذاء، وكأن البخاري استظهر به لما وقع في طريق عطاء من الاختلاف، فأراد أن يبين أن لحديث ابن عباس أصلا آخر وفي طريق أكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساء، فإن فيه إشعارا بأن الأصل في الرمي أن يكون نهارا أيام التشريق من الظهر إلى غروب الشمس، ولكن واحد فاته أو لم يتمكن من الزحام فيرمي بالليل، وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة بعد أربعة أبواب. وأما حديث أبي موسى فقد تقدم الكلام عليه في باب التمتع والقران ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه ولم يحل حتى بلغ الهدي محله، لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي، فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدي محله، وهذا هو الأصل وتقديم الذبح على الحلق. وأما تأخيره فهو رخصة، يعني الأصل أن الإنسان يذبح يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق، ولكن لو حلق قبل أن يذبح فأن يسلم رخص له باب رفع المشقة، ولكن الأصل أن يكون بعد الذبح. قوله ففلت بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتين ثم مثنى، أي تتبعت القمل منه، ولا يدل على أي فخر الصحابة رضي الله عنهم. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، تلبيد الرأس بيكون بيتجمع بسمغة أو مادة يعني لاصقة بحيث أنه لا يتساقط، وده يكون عند الإحرام يعني حتى لا يتساقط الشعر. فبعضهم قال أن من لبد شعره لابد أن يحلق، يعني ما هوش مخير بين التقصير والإيه والحلق، وبعضهم قال إن يدخل في العموم، إن هو إن شاء يعني حلق وإن شاء يعني خصر وإن كان الحلق يعني أفضل. باب من لبد رأسه عند الإحرام يعني وقت الإحرام وحلق يعني عند التحلل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قول باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق أي بعد ذلك عند الإحلال، قيل أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في من لبد هل يتعين عليه الحلق أم لا، فنقل ابن بطال عن جمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي، وقد قال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر انتهى، وهذا قول الشافعي في الجديد. يقول وليس للأول القول الأول بأن يتعين عليه الحلق دليل صريح، وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر رضي الله عنه من ضفر رأسه فليحلق. وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفي إني لبدت رأسي، وطبعا الفعل نفسه يعني لا يكفي على القول بالإيه بالوجوب يعني، ولكن نقول إن الأفضل يعني إن من لبد رأسه أن يحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول بتعيين يعني ذلك يحتاج إلى دليل، فكأن الإيه يعني بيرجح هنا يعني خلاف قول الجمهور إنه يتعين عليه الإيه الحلق. يقول وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حديث صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه، وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده، وأردف ابن بطال بحديث حفصة
فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة. وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة، بل إن وجدت واحدة كفت، لأن البخاري يأتي بالحديث يعني في عدة فوائد، فيترجم لفائدة من فوائد الترجمة، ثم قد يأتي بلفظ آخر أو بسند آخر ويستنبط يعني حكما آخر أو فائدة أخرى، فلا يشترط أنه هو يستنبط كل الفوائد في موضع واحد. وذلك يعني كرر يعني حديث كثيرة كحديث الواهبة أكثر من 20 مرة من أجل استنباط النكات يعني الفوائد الفقهية. فيقول وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة، ترجمة الواحدة، بل إن وجدت واحدة كفت. وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في باب التمتع والقران، باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال ليث حدثني نافع قال رحم الله المحلقين. فيبدو أن نافع بنفس السند المتصل يعني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال نافع مرة رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله اللي هو العمري حدثني نافع، وقال في الرابعة والمخصرين. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قال والمخصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمخصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا للمخصرين. قالها ثلاثا. قال وللمخصرين. يعني كأنه قال ثلاثة اللهم ارحم أو اغفر للمحلقين، وقال في الرابعة وللمخصرين. وطبعا الحلق بيكون بالموس يعني بيأتي بالشعر، ولكن الحلق بالمكنة يعتبر تقصير وليس حلقا يعني. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قول باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال ابن المنير في الحاشية أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال، لأن اللي قالوا أن الحلق ليس نسكا يعني قالوا يعني هو نفس الحلق والتحلل، ولكن قال عند الإحلال، كان التحلل شيء والحلق شيء، فالحلق نسك على قول الجمهور وليس يعني الـ يعني الـ ليس خروجا يعني من النسك يعني. أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله عند الإحلال، وما يصنع عند الإحلال وليس هو نفس التحلل، وكأنه استدل على ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم لفاعله، والدعاء يشعر بالثواب. النفس سما يقول اللهم اغفر أو اللهم ارحم المحلقين يدل على أنه عبادة، لأن عبادة التي يرجع عليها الثواب، يشعر بالثواب، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات. وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك لأن المباحات لا تتفاضل ولكن الطاعات تتفاضل. والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور، إلا رواية مضاعفة عن الشافعي أنه استباحة محظور. وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بها، لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أبي يوسف، وهي رواية عن أحمد وعن بعض الملكين، أنه استباحة محظور وليس نسكا، نسك يعني عبادة. وسيأتي ما فيه بعد بابين. ثم ذكر المصنف في الباب لابن عمر 3 أحاديث ولأبي هريرة حديثا ولابن عباس حديثا. فالحديث الأول ابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة
قال قال نافع كان ابن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وهذا طرف من حديث طويل أوله لما نزل حجاج بن الزبير الحديث نبع على ذلك الإسماعيلي. الحديث الثاني لابن عمر في دعاء المحلقين وسيأتي بسطه. والحديث الثالث لابن عمر من طريق جويرية ابن أسماء عن نافع أن عبد الله وابن عمر أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وخصر بعضهم. وكأن البخاري لم يقع له على شرطه التصريح بمحل الدعاء للمحلقين فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في حجة الوداع، لأن الأول صرح بأن حلقه وقع في حجته، والثالث لم يصرح بذلك إلا أنه بين فيه أن بعض الصحابة حلق وبعضهم قصر. يقول وقد أخرجه في المغازي، يعني البخاري كان في الجزء السابع من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلغ حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. وأخرج موسى من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جويرية سواء. وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله المحلقين، فأشعر ذلك بأن ذلك وقع في حجة الوداع، وسأذكر البحث فيه مع ابن عبد البر هنا إن شاء الله تعالى. تنبيه أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلا بالمتن المذكور قال وزعم أن الذي حلقه الحلق للنبي صلى الله عليه وسلم معمر ابن عبد الله بن نضلة، وبين أبو مسعود في الأطراف أن قائل وزعم ابن جريج الراوي له عن موسى بن عقبة. قوله قالوا والمقصرين يا رسول الله لم أقف في شيء من الطرق الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد. والواو في قوله والمقصرين معطوف على شيء محذوف تقديره قل والمقصرين أو قل وارحم المقصرين، ويسمى العطف التلقيني. وفي قوله صلى الله عليه وسلم والمقصرين إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت لغير عذر. قول قال والمقصرين كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين، يعني كما قال بعضهم يعني المحلقون محلقون يعني محلق يعني في السماء، والمخصرون مخصرون يعني كانوا مخصروا في الايه في هذا النسك. يقول قال والمخصرين كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المخصرين عليهم في المرة الثالثة. وانفرد يحيى ابن بكير دون رواية الموطأ بعد ذلك ثلاث مرات. نبه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد، بل قال فيه إنهم لم يختلفوا عن مالك في ذلك، وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي. قوله وقال الليث وصلاه مسلم ولفظه رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قالوا والمخصرين قالوا والمخصرين، والشك فيه من الليث، وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك. قوله قال عبيد الله بالتصغير هو العمري، وروايته وصلها مسلم من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه باللفظ الذي علقه البخاري. وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه باللفظ رحم الله المحلقين قالوا والمخصرين، فذكر مثل رواية مالك سواء. وزاد قال رحم الله المحلقين قالوا والمخصرين يا رسول الله قال والمخصرين. وبيان أن كونها في الرابعة أن قوله والمخصرين معطوف على مقدر تقديره يرحم الله المحلقين، وإنما قال ذلك بعد أن دعا المحلقين ثلاث مرات صريحا فيكون دعاءه للمخصرين في الرابعة. وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيد الله بلوض قال في الثالثة والمخصرين. والجمع بينهما واضح بأن من قال في الرابعة فعلى ما شرحناه، ومن قال في الثالثة أراد أن قوله والمخصرين معطوف على الدعوة الثالثة، أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث كما ثبت، ولو لم يدعو لهم بعد ثالث مرة ما سألوه ذلك، لأنهم متعودون أن ألا يرجعوا بعد ثلاث مرات. وأخرجه أحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ اللهم اغفر للمحلقين
قالوا وللمخصرين حتى قالها ثلاثا أو أربعا ثم قال والمخصرين، فرجح لخبر ذلك يعني أنها قالها ثلاثا والرابع قال والمخصرين. ورواية من جزم مقدمة على رواية من شك، حتى قالها ثلاثا أو أربعا، فتكون هذه الرواية فيها شك، والرواية الأولى ليس فيها شك أنه قالها ثلاثا ثم قال الرابع والمخصرين. قول حدث عياش بن الوليد هو الرقام بالتحتانية والمعجمة، ووقع في رواية ابن السكن بالموحدة والمهملة، وقال أبو علي الجيني الأول أرجح بل هو الصواب، وكان القابسي يشك عن أبي زيد فيه فيهمل ضبطه فيقول عباس أو عياش. قلت لم يخرج البخاري للعباس بالموحدة والمهملة ابن الوليد إلى ثلاثة أحاديث لسببه في كل منهما النرسي، أحدهما في علامات النبوة والآخر في المغازي والثالث في الفتن، ذكره معلقا قال وقال عباس النرسي، وأما الذي بالتحتانية المعجمة فأكثر عنه وفي الغالب لا ينسبه الله أعلم. والنرسي ولا الترسي في نقطة ولا نقطتين، نرسي يقول أما الذي بالتحتانية المعجمة فأكثر عنه وفي الغالب لا ينسبه والله أعلم. قوله قالها ثلاثا أي قوله اللهم اغفر للمحلقين، وهذه رواية شهيرة لأن عبيد الله العمري حفظ الزيادة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.